بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد متابعي قناة المفيد في العلاج والتقنية. مرحبا بكم يعني في فيديو جديد من الفيديوهات التي تقدمها القناة. فيديو اليوم سيكون عن تطبيقات وجدتها على يعني متجر بلاي ستور، وأحببت أن أقوم يعني بإشراح لها وأن أقوم بوضعها على قناتي على يوتيوب. التطبيقات كما قلت لكم تطبيقات مميزة، تطبيقات تقنية مميزة جدا. سنبدأ بالتطبيق الأول. كما تشاهدون أمامكم، التطبيق الأول هو هذا أيقونة التطبيق. هنا التطبيق يسمى دي كور اون إلكترو تكنيك. كما تشاهد هنا تجد جميع مقررات، يعني جميع المقررات، مثلا الماشين كورون كونتيني يعطيك هنا كتب على شكل بي دي اف عن هذه عن لي ماشين كورون كونتيني. كما تشاهد معي لا بويسونس الكتريك ريجيم سوني اون ريجيم سوني سويدال. هو ايضا يعطيك كتب عن هذه يعني عن هذه عن هذا الدرس، مثلا لو سيستيم تريفازي كما تشاهد معي. تدخل يا تسمح. هنا مثلا لي ماشين اسينكرون تريفازي. هما لي ماشين اسينكرون تريفازي مثلا كما تشاهد معي، ماشين اسينكرون فونكسيون دان موتور اسينكرون، ماشين برانسيب دو فونكسيون دان موتور اسينكرون. جميع هذه هي كتب يتم تحميلها كما تشاهد معي. كما تشاهد ماشين سانكرون، يعني تطبيق مميز، تطبيق جيد جدا. أتمنى أن ينال إعجابكم. هذا هو بالنسبة للتطبيق الأول. بالنسبة للتطبيق الثاني، هو ديماراج دي موتور. وهذا يسمى ديماراج دي موتور. هذا هو التطبيق. واجهة التطبيق الأولى هي هذه هي واجهة التطبيق. حالما تدخل إلى التطبيق ستجد هذه الصفحة أمامك. في الصفحة سنجد مثلا غابيل جنرال، لديماراج ديريكت، ديماراج إتوال تريونغل، ديماراج ستاتوريك، ديماراج روتوريك، بوي لي سامبول إلكتريك. مثلا غادي ندخلو لديماراج ديريكت. فوالا ديماراج ديريكت، هنا كيعطيك بحال يتين انتروديكسيون، بحال مقدمه حول ديماراج ديريكت، ايزولي بروتيجي كوموندي بروتيجي، باش تفهم حتى لو سيركو كيفاش تخدمو، فهمتيني. من بعد كيعطيك فوالا لو شيما دو بويسونس هنا، وهنا لو شيما دو كوموند. مفهوم. غنمشي عاوتاني ايتوال تريونغل، فوالا كيعطيك واحد une introduction. من بعد كيعطيك لو شيما، فوالا لو شيما دو بويسونس. فوالا لو شيما دو كوموند. هنا ديماراج ستاتوريك، هنا ديماراج ستاتوريك. ملي كنسمع ديماراج ستاتوريك يعني افيك اليمناسيون دي ريزيستونس ستاتوريك. Voilà le schéma de puissance et voilà le schéma de commande. Rotorique, il y en a avec élimination des résistances rotoriques. Voilà le schéma de puissance, schéma de commande. Au même temps qu'il y a avec Charles, le fonction mondiale, qui fait ce qui compte. Puis هادي فيها دي سامبول الكتريك، دي سامبول الكتريك مع لا ديزينياسيون ديالهم. فوالا يعني ابليكاسيون تطبيق مميز جدا.